شأن آخر إلى أحوال الطقس التي شهدتها مجمل مناطق الوطن اليوم والحرارة الكبيرة والتي سجلت خاصة في الولايات الداخلية للوطن. ورقة عن أحوال الطقس خلال 48 ساعة المقبلة مع هنا خواطرية. تعيش أغلب المناطق الشمالية خاصة الداخلية ومنذ حلول فصل الصيف درجات حرارة متفاوتة تعدت 41 درجة مئوية، وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية بداية من يوم الأربعاء قدوم موجة حر جديدة. لدرجة الحرارة اللي إن شاء الله راه متوقع ابتداء من يوم الأربعاء على أغلب المناطق الشمالية. يوم الجمعة إن شاء الله ممكن أن تصل درجة الحرارة ذروتها وتصل حتى 41 درجة مئوية على المناطق الداخلية وكذلك المرتفعات الغربية وكذلك الوسطى وحتى الشرقية للوطن هذه المرة. أما درجة الحرارة القصوى على المناطق الساحلية إن شاء الله راح تشهد هي الأخرى ارتفاع هو تدريجي دائما ابتداء من يوم الأربعاء وقد يقارب 32 إلى 34 درجة مئوية على أغلب المناطق الساحلية وهذا بإذن الله. الولايات الجنوبية هي الأخرى تعرف أجواء صيفية وحارة تنبئ على أن صيف هذه السنة سيكون حارا بامتياز. دائما كتلة هوائية ساخنة تخص هذه المناطق. هذه المرة سمة الطقس أيضا على المناطق الجنوبية خاصة منطقة الهجر والتفصيلية قد تشهد نشاط راعد أحيانا قد يكون مرفوق بأمطار، وهذه الأمطار تعتبر الأمطار الموسمية. فيما يخص درجة الحرارة القصوى على المناطق الجنوبية تبقى ما بين 38 إلى 42 درجة مئوية، قد تقارب حتى 46 درجة مئوية، وهذه الكتلة الهوائية إن شاء الله الساخنة سوف حتى تلتحق بمنطقة الواحات، وهذا ابتداء من يوم الجمعة قد نسجل على منطقة الواحات درجات حرارة قصوى تفوق 40 درجة مئوية وهذا بإذن الله. ومع هذه الوضعية الجوية يبقى أخذ الاحتياطات الوقائية خلال ساعات الذروة أمر ضروري لتجنب الإصابة بضربة الشمس والتعرض لمضاعفات صحية خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل.